نشط مؤخرا خلال الساعات القليلة السابقة على مواقع التواصل فيديو لاصطفاف مئات الشاحنات بعد أن علقت داخل الموصل، وذلك بسبب خروج جسور المدينة للأسف عن الخدمة. في المقابل كان هناك مناشدات لإيجاد حلول عاجلة أطلقها عدد من السائقين. نتابع. كان هذا الجانب المؤسف من الصورة، وكما شاهدتم اصطفاف عشرات الشاحنات بسبب خروج الجسور في الموصل عن الخدمة، وما من جهة حكومية استعدت لأن تقوم بحل هذه المشكلة. لكن في المقابل ما هي الصورة الإيجابية؟ سنشاهدها وإياكم الآن في هذه الصور التي ستظهر تباعا أمامكم. في هذه الصور يظهر شباب من الموصل، شباب لا ينتمي لأي جهة سياسية، وإنما هو شباب متطوع كما يظهر على الهندام الذي يرتدي هذا الشاب نينوى. هذا الشباب أو هؤلاء الشباب قدموا وجبات من الطعام لسائقي الشاحنات كبادرة منهم، واسم هذه المبادرة خلوها أجمل. طبعا هي موجهة من أبناء الموصل إلى الكل العراقي ليثبتوا أن الخير موجود حتى وإن كانت المعاناة لا تزال قائمة.